السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سلمان الأحمد معكم، حصور سلسلة المساجد، حصور مسجد في مكة حي المعابدة. نشوفه مع بعض إن شاء الله الآن. تم بعون الله يوم السبت غرة رمضان 1419 إعادة البناء والتوسعة مسجد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. صاحب الشارع نشوف مدخل المسجد. هذا المسجد من الداخل، طبعا احنا بعد صلاة المغرب. هذه القبة من الداخل، هذا المحراب. هذه أماكن الوضوء. هذا المسجد من الخارج،